ونستأذنك نبتدي بالنقطة اللي ذكرتها نهاوند، فكرة التعادل في اللقاء الأخير ما بين الأهلي والبنك الأهلي. كيف رأيت هذا التعادل ده من ناحية؟ ومن ناحية تانية، هو ليه بتتكرر كتير إن أنت تبقى راجع من محافل قارية وعامل شغل زي الفل وفايز على فرق أتقل بكتير من اللي أنت بتلعبها محليا، ومع ذلك لما بترجع محليا بتحس بشكل من الأشكال إن في دروبات حصلت؟ هل ده عادي؟ ده معتاد؟ أنا هبدأ من النقطة الأخيرة اللي أنت اتكلمت فيها. ده الطبيعي، كرة عودتنا كده إن دايما بعد البطولات، حصول على البطولات الكبيرة، بقى في ماتش بعدها في مسابقة محلية، بيحصل نوع من التهاون شوية، لأن أنت بتلعب في مسابقة قوية جدا ونهائي أفريقيا، وبعدين بترجع تلعب مع طبعا فرقة في الدوري المحلي. أيا كانت الفرقة طبعا يعني لهم كل الاحترام. أولا هتكلم على بعض الأسباب. أولا المباراة بتاعت النهائي كانت يوم السبت، أنت رجعت القاهرة الحد، ريحت 2 و3 و4 ولعبت خميس، طبعا إجهاد كبير بالنسبة للعيبة، بطولة غير البطولة، في انتصارات غصب عنك لازم هتفرح ويبقى فيه نشوة الانتصار والمكسب والفرحة، بتاخد وقت منك، بتاخد من بعض التركيز لبعض اللعيبة. خلي بالك برضو انت كمان ناقص في المباراة، لو هنتكلم عن مباراة البنك الأهلي، في ناقص 4 من لعبتك، هنقول 3 أساسيين واحد بديل أساسي. لو هنتكلم على الشناوي طبعا كل الناس عارفة تأثيره في فرقة النادي الأهلي، لو هنتكلم على أكرم توفيق وظهوره العظيم خلال المباريات اللي فاتت، لدرجة الناس دلوقتي بتتكلم مين يلعب، محمد هاني ولا أكرم توفيق. لو هنتكلم على طاهر، محمد طاهر من الناس الأساسية اللي له دور كبير وبقى هداف دلوقتي وله تأثير في الملعب، وبادئ يعني قبل كده مثلا كسبنا مثلا مباراة سان داونز هنا، صلاح محسن بقى البديل الأساسي، أول تفكير لموسيماني في التغييرات هو صلاح محسن. فأنت عندك 4 برضو مؤثرين، ده ما لا يمنع طبعا وجود لعيبة كويسة موجودة على البدلاء، بس طبعا الناس اللي بتبقى رجلها في الملعب بتبقى طبعا هي اللي فت اكتر وهي اللي جاهزه اكتر. كل العوامل دي مع الاجهاد الكبير من السفر وزي ما قلت عدم التركيز الكافي، زائد بقى والاهم هو عدم التوفيق. انت ممكن كنت تكسب المباراه دي مثلا 2-3 تفضل متعادل، احنا كنا قاعدين بنتفرج بنقول يا رب بس نغطي الهدف عشان لو حصل اي حاجه، لان كلنا كنا متوقعين، لانك فرقه البنك الاهلي كانت في اخر ثلث ساعه النادي الاهلي بدنيا يعني تعب شويه، الاجهاد، وده كان باين على معظم اللعيبه حتى في الباص بتاعهم، بيباصي غلط، بيسند الكوره بتبعد منه، كل ده ناتج عن عدم التركيز والاجهاد. النادي الاهلي طبعا الجون اللي جه في هجمه مرتده وكان في وقت قاتل كان صعب ان انت طبعا تعوض. اللي انا عايز اقوله برضو ان دي مش نهايه العالم، وارد قوي طبعا، يعني مفيش فرقه في الدنيا بتبقى داخله في كل البطولات وبتكسب كل البطولات وبتكسب كل المباريات، لازم بتحصل دروبات، ودي ده دروب منطقي زي ما بنقول بلغه الكوره للاسباب اللي فاتت. انا عن نفسي مش خايف، مش قلقان على بطوله الدوري، لان لسه في مباريات كتيره سواء لينا او للمنافس. المباريات دي في ناس هتخسر بناط وفي ناس هتكسب، يعني لسه الدوري مش هيتحسم دلوقتي. وبعدين في نقطه، مش حمل اي تعادلات طبعاً. اي هزايم احنا كجمهور مش حمل، احنا عايزين النادي الاهلي يكسب على طول عشان نرتاح او عشان نفضل، كنا نتمنى ان احنا نفضل لغايه اخر مباراه محتفظين بفارق البنتين. انما دلوقتي طبعا الوضع اتغير شويه، انت دلوقتي بس لازال انت الموضوع بايدك مش بايد غيرك. انت تقلق لو الموضوع بايد بقى المتوقف على المنافس، ان انت بتقول المنافس هيقع في ماتش، هيتعادل في ماتش، انما لغايه دلوقتي انت برضو عندك الفرصه لازالت قائمه، لان انت ان شاء الله لو كسبت برضو المباريات كلها، وحتى افتراض المنافس كسب المباريات كلها تتساوي في البناط، انت طبعا بواجهات المباشره ان شاء الله تبقى انت البطل الدوري. فطول ما انت لسه القصه في ايدك، اعتقد رجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عودونا
في المباريات دي او في الظروف دي الصعبه ان هم بيظهر معدن لعيبه النادي الاهلي وروح الفنانه الحمراء اللي هو يعني خلاص ما يفرطش بقى، لان اي تفريط بعد كده في مشكله، انت بتقل فرصك وبتدي حافز للمنافس بتاعك ان هو يستمر، وخصوصا المنافس ما خدش اي بطولات خلال الفتره اللي فاتت وانت الحمد لله يعني بطولات كتيره. وبعدين انت عندك برضو لسه غير الدوري في الكاس في السوبر سوبر افريقي، يعني انت لسه عندك بطولات كتيره، فانت مش عايز زي ما بيقولوا ايه تتكعبل في حاجه، انت عايز تمشي. هيبان البدايه ان شاء الله، وانا متاكد ان البدايه هتبان النهارده من مباراه الانتاج الحربي. المشكله كمان في النادي الاهلي انه هيقابل فرق زي البنك الاهلي اللي قابله او زي الانتاج، فرق كلها بتصارع على البقاء، يعني البونت بالنسبه لهم غالي جدا جدا. وحاجه ثانيه كريم برضو ان يعني الفرق اللي بتلعبك بيبقى ماتش الموسم بالنسبه لها، الشو والسبوت طبعا بيبقى في مباريات دايما الاهلي او المنافس الزمالك، اللعيبه بتتشاف، اللي ما تشافش بيتشاف في المباريات دي بيسوق لنفسه صح. غير ان البونت يعني انت لك ان تتخيل الماتش اللي فات لعيبه البنك الاهلي خارجين انتصار، يعني بونت من النادي الاهلي بطل افريقيا ورجع واخد البطوله، بالنسبه لهم انتصار كبير قوي، وفي نفس الوقت البونت ده بيفيده في الترتيب يعني.